هذا الحي الفقير في رانغون أخذت النساء زمام المبادرة، وبمساعدة الأمم المتحدة أنشأن مجموعة من المدخرات الصغيرة، فأسبوعيا يضعن بضعة دولارات جانبا بهدف بدء أعمال خاصة لهن يوما ما. هي وسيلة لمغادرة حي تغمره السيول شهريا خلال ارتفاع المد، وللخروج من الفقر من دون مساعدة افتراضية من الحكومة. لم نلمس التغيير الذي يتكلم عنه الناس، فقد طال فقط الطبقة العليا. الحكومة أقرت إصلاحات عدة منذ عام ونصف العام، ولكن رسمياً ربع البرميين يعيشون تحت سقف الفقر، ولم تتحسن بعض أوضاعهم المعيشية، وتأمل السلطات أن تنخفض نسبة الفقراء إلى 16% عام 2015 معولة على قانون جديد يفتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب. الفقراء بحاجة إلى مداخيل وفرص عمل، ولذلك نحن بحاجة إلى استثمارات خارجية. فطريقة علاج الحكومة لمتطلبات الفقراء هي أساسية، فقد نزل الآلاف إلى الشوارع في الربيع الماضي اعتراضا على استمرار انقطاع الكهرباء، فبعد 50 عاما من الحكم العسكري تبقى الآمال كبيرة. يجب أن ندير هذه التوقعات لأن الأمور لن تحدث بسرعة. محتل الأملاك في هذا الحي الفقير ينتظرون نتائج ملموسة، هم يناضلون من أجل البقاء في ظل خوف دائم من إمكانية طردهم. اكتشفت جمعية منتجي العسل الفرنسية أكبر فضيحة عالمية في غش العسل المباع في المتاجر الكبرى في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. أما تجارة العسل في الأرجنتين مختلفة جدا، والعسل الأرجنتيني معروف جدا لأنه متوازن غذائيا. فهذا الرجل الأرجنتيني خصص كل وقته للاعتناء ببيوت النحل التي تحيط بها الأشجار الكثيفة وشجر الصنوبر والأزهار. كثيرون هم من يعملون في مجال إنتاج عسل النحل وتوزيعه في الأرجنتين، بيد أن العلامات التجارية التي تتميز بجودتها الفائقة هي أرجنتينية الصنع، وتحتل الأرجنتين المرتبة الرابعة عالمياً. ويعد عسل النحل واحداً من محركات الاقتصاد الأرجنتيني، إذ تدر صادرات عسل النحل على البلاد عوائد تقدر ب100 مليون دولار، ويصدر هذا البلد إلى الخارج نحو 80% من إنتاجها من عسل النحل، والذي تنتجه شركة سانتياغو ديل إسترو وويت بامبا. علاوة على كونها واحدة من أهم الدول المنتجة لعسل النحل، تسهم الأرجنتين ب20% من إجمالي صادرات هذا المنتوج الطبيعي الذي تطلبه المختبرات الطبية والعلاجية بكثرة. فحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية، فإن تناول ملعقة كبيرة من العسل الصافي يوميا يقي الجسم من جميع الأمراض، وأن مادة العسل هي المادة الوحيدة التي تعدل نسبة السكري عند الإنسان حتى لدى مرضى السكري، وأنه كمادة لا يحتوي على الدهون. لكن العسل يتنوع حسب تنوع مصدر الرحيق، ويختلف تبعا لذلك لون العسل ورائحته وطعمه وحتى مكوناته. وهذه معلومة مهمة نسوقها لكم حول النحل. فاعلموا أن لكي تجمع النحلة كيلوغرام واحد من العسل، فإنها تنتقل مسافة تعادل 11 مرة قدر محيط الأرض حول خط الاستواء.